بسم الله الرحمن الرحيم. نقرا جميعا الفاتحه لحضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم والى روح الحقيق المرحوم الحاج طاهر محمد اسماعيل موسى ولامواتنا واموات المسلمين جميعا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا في مجالسكم من الصلاة علي فإنها نور لكم يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الملأ الأعلى إلى يوم الدين. زدت صلاة وتسليما وتشريفا عليك يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوه لعلكم ترحمون. آيات بينات من كتاب الله يقرأ علينا قارئ ظهري القصر العربية وقارئ الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة فضيلة الشيخ محمود محمد الخلق القارئ والمقيم بإيزاء. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا.
يذبح أبناء يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري وأوحينا إلى
ودخل قال رب بما أنعمت علي
فأصبح في المدينة فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين فلما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وما تريد أن تكون من المصلحين فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد
فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل
فإن أتممت عشرا فمن عندك وما وابدعت فيما وكنت وقولك الحق وبالحق عندنا وبالحق الازل. ايات بينات كتاب الله تناهى علينا قال الجمهوريه مصر العربيه وقال الاذاعه المصريه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي اجمع وقال مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بمدينة القاهرة فضيلة الشيخ محمود محمد الفجر القارئ والمقيم بالجيزة. كان معكم المفيد من عند الله الهندسة الصوتية والإدارة الكهربائية وقصور الضيافة الفوتوغرافية والمعرض الفني الحديث للفراشة. تطلب دائما من إدارة الحاج محمود أحمد البرعود بمدينة الباقور. رقم التليفون 38-85-02 القراءة القادمة نقاط جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة الجنوبية فضيلة الشيخ أحمد حسن سلمان القارئ والمقيم بدرج السبع. أسرة المرحوم الحاج طاهر محمد إسماعيل موسى تشكر السادة الحضور على تهنية واجب الأعزاء وسعيكم مشكور جميعا.